مسلسل نوايا، عائلتين الأولى عائلة الثرية شيخة التي تعيش في رفاهية وثراء، وبين عائلة أم ركان الفقيرة ذات المستوى المعيشي المتدني. العائلتان هاجرتا من الكويت إلى دبي عقب الغزو العراقي للكويت عام 1990، وعاشتا في مكان واحد حتى انتهى الغزو، ثم عادتا إلى الكويت وأصبح أطفال العائلتين في عمر الشباب. تبدأ المشاكل بين العائلتين عندما يقع أولادهم في الحب. المسلسل من تأليف نوف المضف وإخراج منير الزعبي، وإليكم أبطال المسلسل بعد 8 سنوات.